ثورة صناعية صامتة ستحول وجه الصناعات العسكرية والنقل البحريًا. ولأول مرة تكون غالبية الدول العربية حاضرة ومجتمعة في مجال واحد، إلا أن دولتين فقط من العرب مؤهلتين لريادة التطوير والقيادة في هذا المجال مستقبلاً. أساطيل من السفن الذكية ستجوب العالم، وفي الوقت الذي تفكر فيه دول الخليج في السفن المسيرة كبديل لناقلات النفط الضخمة، تتهم الصين أمريكا بالتجسس عليها وخرق أمنها القومي. وثائق السفن المسيرة، الثورة الصامتة. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بالتعليقات. السفن المسيرة، ثورة تقنية جديدة. هل تخيلت يوماً أنه من الممكن أن نتعرض إلى مجاعة عالمية كبرى إذا ما توقف قطاع النقل البحري؟ فدائماً ما تسرق الطائرات الأضواء. غاب عنا دور السفن في أسطول النقل الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي، وتحديداً في نقل الغذاء والطاقة ومعظم البضائع، فهي الحلقة التي لا يستغنى عنها في سلاسل التوريد والأغراض العسكرية. وفي السنوات الأخيرة تطورت صناعة السفن الذكية والمسيرة، وأصبحت هذه التقنية حقيقة ملموسة تستخدم في مختلف أنحاء العالم. وبشكل عام يمكن القول أن صناعة السفن المسيرة في طور النمو والازدهار في الوطن العربي بفضل الاستثمارات والمبادرات في هذا المجال. السفن المسيرة، أو ما يعرف بالسفن بلا طواقم، هي سفن تعمل دون طاقم بشري على متنها، يتم التحكم بها عن بعد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات، وتتسابق الشركات العالمية لإنتاج أنواع مختلفة منها. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق السفن المسيرة إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2025. دخلت هذه السفن في المجال العسكري، حيث تستخدم في مهام المراقبة البحرية وكشف التهديدات، حيث يتم الاعتماد عليها لنقل البضائع والمواد الخطيرة بين الموانئ. في مجال الطاقة كان لها دور استراتيجي في أعمال صيانة منصات النفط والغاز البحرية. ومع زيادة الاهتمام بالمجال البيئي، اعتمد على السفن المسيرة في رصد حركة الأسماك، والأهم من ذلك في عمليات قياس درجة تلوث المياه. تتراوح أحجام السفن المسيرة حالياً بين 5 إلى 150 متراً، مما يجعلها قادرة على نقل الركاب أو البضائع، كما أنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 20 إلى 30% مقارنة بالسفن التقليدية. وللسفن المسيرة القدرة على العمل لمدة 3 إلى 6 أشهر متواصلة دون الحاجة لطاقم، وتعمل من خلال أنظمة الاتصالات كالأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة الآلية القائمة على تقنيات GPS والخرائط الإلكترونية لتوجيه حركة السفينة، زيادة عن أنظمة الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ القرارات دون تدخل بشري. وكان اجتياز السفن للمحيطات دون قبطان مصنفا ضمن قائمة الطموحات بعيدة المنال، وذلك نظرا للمشهد المهيمن للسفن الضخمة التي تجوب محيطات العالم جيئة وذهابا، وتسرف في استهلاك وقود الديزل، حيث تنتج كل 15 سفينة كمية من انبعاثات الكبريت، ما يعادل إنتاج جميع السيارات في كوكبنا من تلك الانبعاثات. لذلك كانت السفن المسيرة حلاً لهذه المعضلة، وبدأت تظهر أشكالاً جديدة من القاطرات البحرية التي توجه عن بعد لجر السفن إلى الميناء. ومن المنتظر أيضاً أن تكون هناك سفن لنقل البضائع من ميناء إلى آخر أو بمحاذاة خطوط السواحل. ولكي تكون صديقة للبيئة، فإن 80% من إجمالي الطاقة المتجددة المختزلة في السفينة ستستمد من قوة ارتطام الرياح بالأشرعة، في حين أن 20% منها فقط ستستمد من ألواح الطاقة الشمسية. إن التكنولوجيا الرقمية تساعد مصمم السفن على أن تكون منتجاتهم قادرة على توفير الطاقة ولو بنسبة ضئيلة. وكل هذه السفن التي ستجوب المحيطات مستقبلاً، سواء تلك التي يتم تسييرها من نقطة ما من الأرض، أو التي صنعت بطريقة تجعلها وكأنها قادمة من المستقبل للحد من الكربون والتلوث،
ستكون سفنا قادرة على تغيير شكل المحيطات في الكرة الأرضية إلى الأبد. ومنذ فترة تتعاون شركة كونغسبيرغ بالنرويج مع شركات أخرى لاختبار واستخدام سفن مسيرة قادرة على التنقل من ميناء إلى آخر من دون ربابنة. ولهذه المسيرات دقة عالية على مستوى أجهزة الاستشعار التي على متنها لقدرتها على الاستشعار القوي وبالتالي النجاح في المهمات الاستكشافية. ويعود ذلك حسب الخبراء إلى قدرة الأنظمة على التعلم الذاتي من خلال المعلومات والتجارب لتكون قادرة لوحدها على حل وتفادي العراقيل التي تعترضها، والأهم من ذلك قدرتها بأن تفرق ما بين الأجسام. ومن المتوقع كذلك حسب آخر الدراسات أن السفن المسيرة ستدخل صناعة الشحن البحري في وقت وجيز وأسرع مما نتوقع. ويعود ذلك بالأساس إلى انخفاض تدريجي لتكاليف هذه الأنظمة التكنولوجية الحديثة والحاجة الملحة للسوق إلى حلول جديدة لمشكلة نقص العمالة في بعض مراحل الشحن البحري. العرب وصناعة السفن المسيرة. اقتحمت الدول العربية هذا المجال من جهتها وباتت بعضها من الدول الرائدة فيه، فالسعودية مثلا والتي تضم شركات عملاقة مثل هاليبرتون وأرامكو السعودية تعمل منذ سنوات على تطوير تطبيقات للسفن المسيرة. فشركة هاليبرتون تطور سفينة مسيرة للصيانة البحرية، بينما تجري أرامكو تجارب لنقل المنتجات بهذه السفن لتقليص حركة ناقلات النفط الضخمة في البحار. من جهتها استثمرت الإمارات في شركات عالمية مثل كامارس والتي تضم 70 شريكا عالميا لتطوير أنظمة السفن المسيرة، بينما يعمل مركز أبحاث دبي على تطوير تقنيات الاستشعار عن بعد. مصر بدأت تخطط لإنشاء مراكز لتصنيع سفن دون ربان بالتعاون مع شركات أوروبية، منها شركة إيطالية ستتعاون معها لإنشاء مصنع لتجميع وصيانة هذه السفن في الإسكندرية باستثمار 50 مليون دولار. وفي المغرب العربي تتنافس كل من الجزائر والمغرب على السيطرة على هذا المجال، حيث دخلت الجزائر في شراكات مع شركات فرنسية لاستخدام تقنيات السفن المسيرة في قطاع النقل البحري، في حين بدأت المغرب أعمالا استكشافية لتطوير تطبيقات السفن المسيرة في الموانئ والنقل البحري. أما تونس من هناك فتخطط بالتعاون مع شركة برتغالية في سبل بعث مشروع لاستخدام السفن المسيرة في المراقبة البحرية وحماية الشواطئ. وتطول القائمة بأسماء الدول العربية التي قررت الالتحاق بركب هذه الصناعات، ومنها السودان والأردن واليمن. ولكن لا يمكن المرور على هذا الاهتمام الكبير بالمجال دون الحديث عن العراقيل القانونية الدولية، حيث أن مثل هذه السفن ما زالت محل نزاع دولي حول شرعية استخدامها من عدمه، لما ارتبط بها من تهم تجسسية بين بعض الأطراف وإصدار لوائح تجهيز إبحار السفن الذاتية القيادة في المياه الدولية سيتطلب سنوات وسنوات حتى تسمح به المنظمة البحرية الدولية. ولذلك بدأت العديد من الدول والمنظمات الدولية بوضع قوانين وتشريعات خاصة لتنظيم استخدام السفن المسيرة وتحديد المسؤوليات القانونية، حيث أصدرت الأمم المتحدة عام 2021 إطاراً أولياً لتشريعات السفن المسيرة يتناول مسؤوليات الدول وشركات الشحن. وكذلك سنت الولايات المتحدة عام 2016 قانون السفن المسيرة لدعم تطويرها، بينما نظم الاتحاد الأوروبي تصاريح تشغيلها بتوجيهات سنها في عام 2019، بينما تعمل المملكة المتحدة على تشريعات خاصة لتنظيم السفن التجارية والعسكرية المسيرة بشكل مستقل، في حين أن معظم دول العالم العربي ما زالت تفتقر لتشريعات واضحة في هذا المجال. أشهر حوادث السفن المسيرة. اعترضت السفن المسيرة التي أطلقت في البحار حوادث وقصص عديدة، أشهرها حادثة في عام 2018 حيث اصطدمت سفينة مسيرة تابعة لشركة رويس رويس برصيف ميناء أثناء التجربة وألحقت أضراراً بالأنظمة.
وفي عام 2019 اختطفت مجموعة من القراصنة سفينة شحن مسيرة كانت تنقل معادن نادرة قبالة ساحل غينيا الاستوائية. أما في عام 2021 فشهدنا حادثة اصطدام رهيبة لسفينة مسيرة ألمانية بسفينة شحن أثناء مناورتها قبالة الساحل الهولندي. وهنا السؤال يطرح نفسه عن التحديات التي تواجه هذه الصناعات. تحديات صناعة السفن المسيرة. من بين التحديات التي تعترض هذا المجال الشاسع الخلافات بين بعض الدول حول استخدام هذه السفن، وتحديدا خلافات تعلقت بالسيادة الوطنية نتجت عن حوادث دخول سفن مسيرة لدولة ما إلى المياه الإقليمية لدولة أخرى دون تصريح، وهو ما سبب نزاعات دولية مثل نزاع ما بين الصين وأمريكا في عام 2017 حول استخدام هذه الأخيرة سفنا مسيرة في بحر الصين الجنوبي. وفي 2019 اعترضت إيران على إرسال بريطانيا لسفن مسيرة إلى مياهها الإقليمية. كذلك في 2020 انتقدت الهند قيام باكستان بإرسال سفينة مسيرة إلى منطقة قاروار، وأن هذا غالبا ما يكون مرتبطا أيضا بمخاوف من المساس بالأمن القومي، خاصة إذا ما كانت هناك عمليات للاستطلاع العسكري أو التجسس عبر هذه السفن. نذكر كذلك الجانب التقني المتعلق بضمان اتصالات آمنة ومستقرة، وخاصة على مستوى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. ثانيا وكما ذكرنا سابقا هناك تحديات قانونية تتعلق بإصدار تشريعات واضحة لتفادي أي تشابك بين الدول قد تتسبب فيه اتهامات أمنية مثل خطر اختراق أنظمة التحكم عن بعد. وباتت السفن المسيرة تلعب دورا هاما في الحروب، حيث استخدمتها أوكرانيا لصد الهجوم الروسي البحري ومراقبة حركة الجيش الروسي في البحر الأسود. واليوم تقوم بعض الدول العربية مثل السعودية وكذلك الإمارات بمشاريع واستثمارات هامة في هذا المجال. فهل تقلب صناعة السفن المسيرة عالم البحار بجانبه العسكري والتجاري؟